فهذه الزيارة هدفها الاطلاع على المشاريع اللي تدخل ضمن البرنامج الحكومي للحكومة العراقية واللي مكلفة به وزارتنا. حاليا احنا في موقع محدد هو موقع مشروع أيمن الكمانية. هذا المكان حقيقة الإجراءات اللي نعمل بها حاليا هو إكمال شبكات البذل لهذه الأراضي، لأن هذه الأراضي كانت تتعرض إلى تغدق باستمرار وغير صالحة للزراعة. حاليا نحولها إلى أراضي صالحة للزراعة باستخدام تقنيات إنشاء مبازل حقلية تحت الأرض. هذه الماكينة اللي شفتوها قبل شوية هي المخندقة اللي تضع الأنابيب المثقبة اللي محمية بمادة مرشحات نظامية. هذه تصنع في وزارتنا، أيضا في هيئة العامة للصيانة في وزارتنا. هذه ما تستورد. حاليا عندنا معمل خاص لصناعة هذه الأنابيب من الحبيبات البلاستيكية، شغلناه وعدنا إلى الحياة. إذن هذا العمل وهذا الجهد قاعد يصير بتضافر جهود العديد من هيئاتنا وشركاتنا والمعنيين بتنفيذ هذا الموضوع. حاليا هي الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري اللي هي بادرت في إعادة المعمل للحياة، وأيضا إعادة هذا النظام اللي هسه تشوفوه. هاي المخندقات كانت غير مستغلة، حاليا دخلت للحيز التنفيذ. هذه المساحة حاليا جزء من مساحة كبيرة ننوي استصلاحها بالمستقبل. هذا المشروع الأول. المشاريع الأخرى احنا بصدد معالجة مشاكل الاختناقات اللي بالمحافظة. عندنا مناطق فيها بعض العقد الهندسية، أريد أطلع موقعيا مع الأخوة مدراء العامين المختصين، مدير عام الاستصلاح ومدير عام هيئة الصيانة والأخوان من الدوائر، كافة الدوائر الفرعية اللي عندنا في المحافظة حاليا متواجدين، بما فيهم دائرة المياه الجوفية، التصاميم، التشغيل، الأخ مدير الموارد في كربلاء أيضا هو صاحب العمل، واللي كلهم اليوم احنا الهدف أن نطلع على نقاط الاختناق، مشاكل الهندسية اللي أمامنا ووضع الحلول والمعالجات لها، بهدف أن ننتهي من حقبة من مؤسفة لمجموعة من المشاريع المتلكية، نحولها إلى مشاريع تعمل لخدمة المواطنين وخدمة كربلاء هذه المدينة المقدسة. احنا في هذه الأيام كان لنا دور أيضا في المساهمة في زيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام. كان عندنا جهد كبير، أكثر من 247 آلية ومعدة مع حوالي 440 منتسب شاركوا. عملنا على زيادة إطلاقات المياه إلى نهري الحسينية وبني حسن. الهدف منا لمواجهة احتياجات مشاريع المياه كانت الخطة ناجحة والحمد لله، وحققنا بها نتائج إلى قيمتها وإلى مكانتها. نأمل أن في كل سنة أن تعاد هذه المناسبة بتطوير قدراتنا، تطوير إمكانياتنا لإسناد ولخدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام.